أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. سأكون معكم أنا رشا عماد، ومن أبرز ملفاتنا الليلة: بعد إفلاس سيليكون فالي بانك، هل يهدد مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة في العالم؟ بعد بيانات التضخم، هل يخفف الفدرالي الأمريكي سياسته النقدية؟ بالرغم من توقعات نمو الطلب، أسعار النفط تنخفض بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم. أهلا بكم من جديد. باتت مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة مهددة حول العالم بفعل أزمة سيليكون فالي بانك، حيث يعد البنك من أكثر البنوك داعم لهذا القطاع، حيث يشارك فيه 62% من تمويل مشروعات التطوير الأمريكية. وبالتالي فإن التأثير الكبير لانهيار البنك وإحجام الشركات الأخرى عن تقديم الدعم قد يعرضان الجدول الزمني للمشروعات المستقبلية للخطر. نتابع. سيليكون فالي، بنك هدد عرش تمويل المشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة، وذلك بعد حالة الذعر التي انتابت رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة عقب الإعلان عن انهياره. البنك الذي تركز أنشطته على الشركات الناشئة حقق خسائر قدرها 1,800,000,000 دولار في بيع سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ليقوم بوضع خطة لجمع 2,225,000,000 دولار من رأس المال لدعم ماليته، في وقت اتجه فيه العملاء لسحب أموالهم، بما في ذلك العديد من شركات رأس المال الاستثماري. الشركات الناشئة على مستوى العالم تعيش حالة رعب أكبر نتيجة اعتمادها على هذا البنك بشكل كبير، حيث يقدم البنك الذي أنشئ عام 1983 نفسه على أنه الشريك المالي الاقتصادي لابتكار، وكان المقرض الرئيسي للشركات الناشئة، حيث يقدم خدمات مصرفية لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، كما قدم خدمات مصرفية لما يزيد عن 2,500 شركة رأس مال استثماري. ورغم أن عدداً كبيراً من الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ ظل بعيداً عن أزمة مصرف سيليكون فالي بانك في ظل الدعم الذي توفره الحكومة الأمريكية للودائع في البنك المنهار، إلا أن مشروعات توفير الطاقة الشمسية للأحياء والمجمعات السكنية، والتي تعد من بين تخصصات هذه الشركات، قد تواجه تأخيرات في عمليات التمويل، حيث يدعم البنك هذا القطاع بمشاركته بنحو 62% من تمويل مشروعات التطوير الأمريكية. وللمزيد والتوسع في هذه الأزمة ينضم إلينا من شيكاغو عبر سكايب السيد محيي الدين قصار، الخبير الاقتصادي. سيد محيي، بعد التحية، ما زلنا نتابع تداعيات أزمة وانهيار سيليكون فالي بانك والأثار المترتبة على هذا الانهيار في المصارف وفي الشركات التي دائما يدعمها هذا البنك، وخصوصا الآن نتكلم عن الشركات أو تكنولوجيا المناخ والمشروعات التي كان يمولها هذا البنك. إلى أي مدى تتأثر هذه الشركات بتأخير المشاريع لديها، بتأخير التمويل في المخططات التي كان ينونها لها في الفترات القادمة؟ مدى التهديد لهذه الشركات برأيك؟
أنا لا أعتقد أن هناك تهديد حقيقي لهذه الشركات. التهديد الحقيقي للشركات الناشئة يأتي من الطلب على منتجاتها، وهذا الطلب لم يتأثر حقيقة. يعني هناك قوانين تشجع الاستهلاك للشركات الناشئة، وبالتالي غياب التمويل لا يضرها كثيرا، لأن رأس المال هذا سيذهب ليستثمر في مكان آخر، وطالما هناك طلب على هذه الشركات، على منتجات هذه الشركات، فسيكون هناك طلب على رأس مالها، اللي ممكن يؤثر على هذه الشركات هو غياب الثقة في استمرارية السوق، بما معناه أن هناك إدراك وتوقعات معينة على الطلب الفعال على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، والآن هذه التوقعات قد تخيب، وبالتالي ربما يضطر أصحاب هذه الشركات أن يخففوا من الإنتاج نوعا ما. طبعا هناك شركات يعني في موضوع الطاقة الشمسية والطاقة البديلة والمناخ إلى آخره، هذه شركات لم تصل بعضها إلى مرحلة الإنتاج بعد، نعم فهذه ما زالت فما زالت فما زالت متوفرة، ولا أعتقد أن غياب البنك هذا سيؤثر على هذه الشركات. نعم فإذا تفضل. تفضل. طيب سؤال لك سيدي، بداية نلاحظ أن يعني هذه الشركات بعد انهيار سيليكون فالي بنك لابد عليها أن تبحث عن بدائل لتمويل المشروعات المخطط لها، بدائل آمنة، ملذات آمنة. ما هي البدائل التي أمامه الآن ومتوفرة في الفترات الحالية؟ البنوك الأخرى موجودة في السوق، يعني حتى هذه البنوك يعني عندما هناك أغلقت يعني ثقة ذهبت من المصارف، وفي تخوف كبير بعد أزمة سيليكون فالي بنك، فقد يكون هناك تخوف أكبر. هل يلجؤون إلى ملاذات أخرى لدعم مشروعاتهم بعيدا عن المصارف والبنوك في هذه الفترة بالتحديد، نظرا للتخوف والربكة التي حدثت من سيليكون فالي بنك؟ لا يوجد بديل حقيقي عن هذه المصارف، نعم يعني من أجل الاستثمار، ولا سيما في رأس المال العامل، يجب أن تتعامل هذه الشركات مع المصارف، وأن تقترض رأس المال العامل من هذه المصارف، ومن حتى لو اقترضت من ما يسمى الفنتشر كابيتال أو المستثمرين الحقيقيين، لابد أن يمر هذا الاستثمار بالمصرف. فبالتالي يعني المخاوف لا تؤثر على الاستثمار حقيقة، ولكن تؤثر على طبيعة الإدارة الآن. إدارة هذه المنشآت تحتاج تخصص معين ومهارة إضافية في إدارة أموالها، إدارة الحسابات البنكية التي تحملها، من أجل أن تتجنب الوقوع في مصرف آخر عنده نفس التوازنات أو نفس المشاكل. نعم فأنا ما أعتقد أن سيكون هناك تأثير على المنشآت الناشئة، الشركات الناشئة، ولكن على المستوى الكلي إذا استمرت هذه الأزمة، يعني حتى الآن نحن عندنا 3 بنوك أفلست، فإذا استمرت هذه الأزمة أسبوعين 3 تانيين، فساعتها ستنتقل هذه الأزمة إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي ليس المالي، وتخرج عن طبيعتها المالية فقط. حتى الآن الأزمة هي مالية فقط. نعم. طيب لدى بنك سيليكون فالي كان هناك يعني ما يقرب من 1550 عميل يتعاملون مع هذا البنك في مشروعاتهم وتمويل مشروعاتهم ومخططاتهم في الفترات القادمة. هل العملاء سيتحملون خسائر هذا البنك في حال لم يحصلون على أموالهم وودائعهم في هذا البنك للفترات القادمة؟ كيف سيكون ردة الفعل والتعامل إذا لم يكن هناك صرف للودائع بشكل كامل؟ هناك نعلم أن هناك إقبال على البنك بعد فتحه في اليوم الثاني لإعطاء المودعين أموالهم، لكن لدينا عدد هائل من العملاء، كيف سيتعاملون في حال تأخرت أموالهم في الفترات القادمة؟ أعتقد الآن يعني اليوم يوم الخميس، يوم الأربعاء اليوم، نعم، فأعتقد الآن مع دخول ثالث يوم من تدخل الدولة، فمن عنده نقود في البنك هذا في SVB فقد أخذها، نعم نعم،
لا يوجد مشكلة حقيقية مع هذا البنك. الآن مشكلة سمعة المصارف الأمريكية هي التي تحتاج إلى معالجة لتكتسب الثقة من جديد في التعامل معها. أما أعتقد من كان عنده الأسبوع الماضي، من كان عنده حساب في البنك الاس في بي، فالآن هو أخذ مصرياته وذهب. رئيس بايدن قال ذلك، إما ستغطيها شركة التأمين على الحساب على الإيداعات، أو ستغطيها الحكومة بطريقة أو أخرى. فأعتقد اللي من يريد النقود فقد أخذهم الآن. نعم، وهذه طبعا مشكلة حقيقية لو لم تتدخل الحكومة بهذا الشكل، سواء رضينا هو بهذا التدخل. هناك تدخل من الحكومة، ونعلم أن بعد سحب 42 مليار في 24 ساعة هناك ودائع يعني مؤمن عليها يعني ب 250 ألف، وتعلم أن الشركات هذه لديها أعلى من 250 ألف يعتبر، وتحتاج إلى هذه الأموال يعني استثمار وتكملة مشروعاتهم الفترة القادمة. هل الدعم الحكومي الآن المقدم البنوك المنهارة يساعد هؤلاء العملاء أو الشركات التي لديها مخططات أن تستكمل ما لديها، أم لن يكون كافي الدعم الحكومي في الفترات الحالية؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد هو ما قاله الرئيس بايدن، أن لن تخرج هذه الأموال من جيب المواطن الأمريكي، وهو يتعهد تمويل هذه الأموال، هذه الأرصدة. وبالتالي نحن نتوقع أن هذه الأرصدة دفعت، وكما سمعنا بالأخبار فإن العملاء ذهبوا إلى البنوك إلى بنكهم وأخذوا النقود. طبعا لما ناخذ النقود تحولها من بنك لبنك آخر، نعم. ما في مدير شركة ياخذ الفلوس ويحطها في بيته، ما هيك؟ فبالتالي إذا أنت بتلاحظي البيتكوين والذهب ارتفع بشكل عالي، لأن زاد الطلب على الذهب كبديل عن نعم. الحسابات. الملاذات الآمنة ارتفعت في هذه الأزمة، ويعتبر تخارب كبير كان من الأسهم المصارف التي هبطت بمستويات تصل ل 170 مليار دولار. لدينا يعني تراجعات، وكانت أمس لدينا ارتفاعات طفيفة على الأسهم الأمريكية وأيضا الأوروبية التي بالفعل تشهد ضغوط، لكن سرعان ما عادت إلى التراجعات مرة أخرى، لأن الأزمة ما زالت مستمرة والتحقيقات ما زالت تفتح حتى يستطيعون أن يحددوا أين هي تكمن المشكلة في هذا البنك. بنك لديه عمر 40 عاما، لديه أزمات مر منها بسلام دون أن يتأثر. لماذا الفائدة والتضخم الآن أثرت في هذا البنك؟ لابد من هناك شيء مساعد أثر على هذا البنك في الفترة الحالية. لكن دعني أسألك سيد محي، بنك أو فرع البنك في ألمانيا جمدوا هذا الفرع ولم يقوموا بأي إجراءات مماثلة كبريطانيا عندما استحوذ بنك HSBC على فرعه هناك. لماذا بعض البلدان تجمد فرعها هناك ولم تأخذ إجراءات مثل المملكة المتحدة؟ لا، هو حصل التجميد في كل العالم على هذا البنك، ولكن في إنجلترا وعرضت موجودات البنك للبيع من الحكومة الأمريكية. نعم، في إنجلترا الـ HSBC كما هو معروف بنك كبير، تقدم وطلب الشراء واشتراها بدولار واحد أو 1 باوند، جنيه استرليني واحد. ولكن هذا الكلام تستطيع الحكومه ان تفرض عمليه الشراء على بنك او اخر. لكن في يبدو انه في المانيا، انا ما عرفت، انه في المانيا لم يتقدم احد ليطلب الشراء ويحدد السعر الذي يرغبه. يعني في انجلترا الاتش اس بي سي قالت انا اشتريه بدولار، فقالوا لا، خذي الارباح الموجودات مع الديون وحصليهم انت. طبعا من يطلب هذا العمل، يحتاج ان يكون عنده بنك كبير وعريق مثل HSBC لكي يستطيع ان يهضم عمليه الدمج للبنك المفلس. نعم، لكن البنك الذي يباع الان بقطع بالمفرق مثل ما يقولوا عندنا. نعم، فألمانيا أنا ما عندي اطلاع لماذا ألمانيا، ولكن إذا ما كان، وهذا ما أستفسر عنه سيد محي، يعني هل الإجراءات في كل دولة تختلف عن الأخرى؟ بنك كسيليكون فالي بانك لديه عمر 40 عاما، مر بأزمات لم يشهدها ولم يتأثر بها، لم يكن عليه أي خلافات،
لآخر لحظة هذا العام أو الفترة الذي أخفق فيها في 24 ساعة، هناك ربكة حقيقية وتدور استفهامات عديدة حول ما حدث لبنك سيليكون فالي، وبعضها شركات التصنيف الائتماني بدأت أن تعلق على 6 بنوك أخرى قد يكون في لديهم إخفاقات في الفترات القادمة. لكن أتحدث هنا سيد قصار، في حال أن الودائع لم يأخذها المودعين كاملة كما يعني قالت الحكومة وكما دعم الفيدرالي ببرامج تساعد على أن أموالهم تحفظ وتساعدهم على أخذ ما لديهم، ما هو المتوقع الفترة القادمة؟ ما هي التحقيقات التي قد تفتح؟ وسمعنا اليوم هنا تحقيق يعتبر من وزارة العدل الأمريكية بسبب أن هناك الأسهم قام ببيع أسهم للبحث عن سيولة، كيف ترى هذا التحقيق في هذه الفترة؟ لا، هناك مستويين. المستوى الأول أن تؤمن الموضوع الإيداعات الأرصدة الموجودة عند البنك لكي تتمكن الشركات والزبائن والأفراد من تحصيل إيداعاتهم ولا يتأثر بقية الاقتصاد. المستوى الثاني هو تحقيق كيف وصلنا إلى هنا. بما أعرفه أنا عن موضوع البنوك وإدارتها، فأعتقد المشكلة الرئيسية ولا سيما في هذا البنك هي في إدارة المخاطر في هذا البنك. وحتى الرئيس بايدن قال بأن هناك من سيذهب إلى السجن بسبب هذا الموضوع. نعم، فإما يكون هناك عندنا كذب وتزييف لحقائق البنك في التقرير السنوي الذي قدمه البنك للفيدرال ريزيرف، للبنك المركزي بما معناه، أو يكون هناك أعمال إجرامية. ما توقعه أنا أتوقع أن المشكلة الرئيسية لا تكون في الاقتصاد حاليا، قد يكون هناك آثار اقتصادية ولكن تكون في إدارة البنك نفسه، في الأشخاص الذين قاموا بإدارة هذا البنك خلال 10 سنوات الماضية. نتذكر قد يكون البنك رائع خلال 30 سنة، فما يكفي سنة واحدة من الإدارة الغالطة. يعتبر سيد محي البنك في العام السابق حقق أرباح جيدة، والعام الذي سبقه كانت لديه أيضا أرباح جيدة، لم يكن هناك أي خلاف على أداء البنك إلى هذه اللحظات التي انهار فيها. فهناك يعتبر بعض الربكة وبعض اختلالات المشهد في هذا البنك وهذه الأزمة. سنتابع التحقيقات التي فتحت والتقييمات في الفترات القادمة وكيفية التحوط لباقي المصارف حتى لا يحدث لديهم أزمة مشابهة لسيليكون فالي بانك. أشكرك، كنت معي من شيكاغو السيد محي الدين قصار الخبير الاقتصادي، شكرا على هذه المشاركة. مشاهدينا ننتقل إلى فاصل ونواصل المراقبة. أهلا بكم من جديد. أعلن البنك المركزي الأمريكي عقد اجتماع طارئ لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وإغلاقه أيضا، وهو البنك الأكبر في تمويل وإقراض الشركة الناشئة في العالم، مما صعد من مخاوف المؤسسين والمستثمرين في رأس مال البنك بسبب أزمة السيولة. وللتوسع والتحليل والنقاش في هذا الأمر معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عطا الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور معنا في المراقب. بداية، تابعنا أزمة سيليكون فالي بنك وأزمة المصارف والتضخم الذي ظهر بالأمس، كانت بياناته جاءت مع التوقعات. كيف ترى اجتماع الفيدرالي الذي من المقرر أن يعقد اجتماع طارئ اليوم؟ هل سيكون هناك ضغوط على الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم الأخيرة وانتظار لمبيعات التجزئة وما إلى ذلك من المؤشرات التي يعتمد عليها في سياسة الرفع القادمة؟ هل سيتخذ إجراءات متشددة في رفع الفائدة في اجتماع 21 من مارس، أم سيأخذ أزمة سيليكون فالي بنك بعين الاعتبار ويخفف من هذه الأزمة بتثبيت الفائدة أو رفعها قليلا؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني خلينا نقول إن اجتماع الفيدرالي اليوم الحقيقة بينقسم إلى شقين، والشقين الحقيقة مهمين
الاجتماع الطارئ بسبب تأثر القطاع المصرفي الأمريكي بموضوع أزمات السيولة داخل البنوك وإفلاس سيليكون بانك ثم سيجنتشر بانك الذي تلاه. وطبعا شفنا اليوم كمان وكالة موديز أكبر الوكالات المالية الأمريكية العالمية بتخفض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سالبة للقطاع المصرفي الأمريكي. وهنا الحقيقة هتظهر ضغوط على الفيدرالي اليوم نتيجة يعني الإجراءات اللي لابد أن تتخذ لحماية القطاع المصرفي الأمريكي كونه من أهم القطاعات الموجودة حول العالم أو في العالم يعني كقطاع مصرفي أمريكي. فخلينا نقول إن البيانات اللي أصدرت أمس عن مؤشر أسعار المستهلكين اللي أشارت إلى الانخفاض من 6.4% إلى 6% بانخفاض حوالي 4% بتشير إلى إن حدة معدلات التضخم بتهدأ، وده كان باين الحقيقة من الاجتماع الأخير في شهر يناير الماضي في العام الجاري، إن بدل ما كنا بنشوف سيادة سياسة التشدد بتسير على النهج يعني بإن هو بيبدأ إن هو يزيد من التشدد داخل القرارات الفيدرالي والرفع من 75 ثم بعد ذلك 75 نقطة أساس تاني ثم تلاها رفع ب 50 نقطة أساس وأخيرا كان في اجتماع يناير رفع بنحو 25 نقطة أساس. فهنا بنشوف إن سياسة التشدد بدأت إن هي تخف أو حدة التشدد بدأت تخف مع الاجتماع السابق، لكن خلينا نقول إن الفيدرالي ظل يراقب معدلات التضخم في الفترات الأخيرة واللي الحقيقة أمس أشارت إلى يعني هدوء حدة ارتفاع معدلات التضخم. لكن ظهرت أزمة المصارف الأمريكية والنهاردة بتخلي الفيدرالي الأمريكي في حيرة بين الاستمرار في سياسة التشدد اللي كان أعلنها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وأزمة سلاسل الإنتاج. فخلينا نقول إن اليوم في حيرة كبيرة للفيدرالي الأمريكي، ولكن القطاع المصرفي الأمريكي هيشكل النهاردة بالنسبة للفيدرالي أهمية كبيرة، وأنا بتوقع إن الفيدرالي الأمريكي يعني أعتقد هيتوقف عن سياسة التشدد اليوم أو في قرارات اليوم بالتثبيت أو الرفع بأقصى تقدير 25 نقطة أساس. نعم، يعني يعتبر الفيدرالي كان يريد التشديد في لهجته الأخيرة عندما كان لديه خطاب منذ أيام، وبعد هذه الأزمة المصارف بدأت أن تتغير النظرة الآن وضمت هذه الأزمة إلى المؤشرات التي دائما يتابعها كمعدلات البطالة، التضخم، قطاع التجزئة، ما إلى ذلك من مؤشرات اقتصادية يترقبها الفيدرالي للرفع. لكن إذا تفاقمت أزمة المصارف أكثر من ذلك ونحن نتابع المتغيرات يوما بعد يوم وكيف فهي أداء الأسهم وأداء أسهم المصارف بالأخص التي شهدت انخفاضات حادة، هل من الممكن أن يكون هناك اجتماع طارئ آخر ليثبت الفائدة يعطي راحة للأسواق وهذا يعتبر جيد للأسواق، لكن يبدو أنه يضايق الدولار قليلا لأنه دائما مدعوم برفع الفائدة حتى يقوى؟ بالضبط زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي ان اليوم الفيدرالي الامريكي لم يناقش معدلات التضخم او مؤشر اسعار المستهلكين فقط، وانما ظهرت مشكله كبيره وهي مشكله المصارف الامريكيه والقطاع المصرفي الامريكي ومدى التاثر بازمه السيوله الحاليه. فلابد ان هي تكون في التصور او التخيل اليوم، بل مش هيتوقف الامر على اجتماع اليوم، هنشوف اجتماعات اخرى يعني التحوط ضد انهيارات او صدمات هيقابلها القطاع المصرفي واللي بتظهر يوم تلو الاخر من بنوك جديدة بتتأثر داخل أمريكا وخارجها وأيضا في أوروبا. فخلينا نقول إن النهاردة الفيدرالي بقى يعني قدام حيرة كبيرة أو قدام موقف لا يحسد عليه، في إن هو لازم أن يتخلى عن حدة التشدد أو على الأقل إن هو يثبت أسعار الفايدة، لأن الموضوع بقى خارج السيطرة في القطاع المصرفي. فلابد النهاردة هنشوف من قرارات تدعم أو يعني تدعم التوازن داخل القطاع المصرفي، وأيضا البيانات اللي بتقول عن التضخم وأسعار مؤشر أسعار المستهلكين بتشير إن يعني ما فيش حاجة لأن احنا نشوف رفع زيادة خلال الفترة الحالية لحين يعني ان الأزمة دي تمر وان المصارف الأمريكية تبدأ في ان هي تستعيد عافيتها مرة اخرى. واعتقد ان الكلام ده مش هيبقى اقل من 3 الى 6 شهور عشان نشوف تأثير الأزمة الحالية في المصارف الأمريكية خلال الفترة الحالية والقادمة. فعلى الفيدرالي اليوم طبعا ان هو يحط قدامه وجهتين النظر وايضا الأزمة اللي بتمر بيها القطاع المصرفي الأمريكي، وده هيخليه ان هو يتخلى عن يعني حدة سياسة التشدد المستمرة فيها لمحاربة أسعار التضخم أو ارتفاع معدلات التضخم، وده اللي متوقع ان احنا نشوفه اليوم بتثبيت أسعار الفايدة من الفيدرالي. طيب دكتور، ألم ترى ان الفيدرالي الآن لم يشعر ان السياسة المتشددة ورفع الفائدة
هي يعني محاولات لم تخفض من التضخم، وما زال التضخم موجود وما زال يرتفع، والاقتصاد يعني بوجه عام قوي، سوق العمل قوي، لدينا بيانات قوية لسوق قد يعني يحدث له انكماش واحتمالات ركود له، لكن البيانات تؤكد أن الاقتصاد قوي وما زال يعني يحاول تخفيض أو رفع الفائدة لخفض التضخم. وهنا انكسر شيء في الاقتصاد الأمريكي وهي أزمة المصارف وهذا البنك. ألم يرى أن هذه السياسة لم تجدي نفعا في كبح التضخم ويجب اتخاذ يعني معايير أخرى وقرارات أخرى حتى نكبح التضخم دون أي هزة في قطاع المصارف الأمريكية أو أيا كان ما سيظهر ويطرأ في الفترات القادمة؟ يعني الحقيقة حان الوقت جيدا، يعني الحقيقة حان الوقت فعليا أن الفيدرالي يتأكد أن سياسة التشدد لم تأتي بثمارها، وأن الأزمة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم لم يكن هو الحل الوحيد ليها، هي رفع أسعار الفايدة فقط، وإن كان هناك يعني مؤشرات بتشير إلى مستويات بطالة بتقل وأسعار مؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم تتراجع شيئا فشيئا، فلا بد من يعني الاتخاذ في الأمر أو التصور اللي موجود بالنسبة للفيدرالي إن هناك كيانات عملاقة وقطاعات كبيرة داخل الاقتصاد سوف تتأثر بهذه السياسة التشددية اللي استمرت لمدة يعني 7 مرات من الاجتماعات من خلال أو من فترة مارس 2022 حتى اليوم، فآن الأوان أو يعني لابد من اتخاذ الإجراءات اللي بتخلينا نشوف التخلي شيئا فشيئا عن سياسة التشدد، حتى وإن كان لا يعني لا يوجد خفض، وإنما يعني نستقر على الوضع الحالي ونشوف تثبيت من الفيدرالي لحين اتضاح الرؤية بالنسبة للقطاع المصرفي وغيره من القطاعات في ظل البيانات الاقتصادية الجيدة. صحيح. اللي حضرتك أشرت عليها، لدينا يعني مؤشرات متغيرة، ارتفاعات وأزمات تحدث، والمستهدفات بعيدة عن الفيدرالي حتى هذه اللحظة، ولم يريد حتى أن يرفع مستويات الهدف إلى 3 أو 4%. يضغط نفسه الفيدرالي ويضغط الاقتصاد معه ويغلق ويضغط على الأسهم وحركة النمو بشكل عام على العالم أجمع وليس الاقتصاد الأمريكي. سنتابع اجتماع الفيدرالي يوم 21 كيف سيكون التعامل بنسبة الرفع. شكرا لك، كنت معي من القاهرة الدكتور محمود عطاء الخبير الاقتصادي على هذه المشاركة. مشاهدينا، انطلق مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية والذي ينعقد في الرياض بحضور أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم، هذا لمناقشة مستقبل المجتمع المالي العالمي، وذلك تحت عنوان آفاق مالية واعدة. ونقاش المؤتمر 4 محاور أساسية تشمل تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة، وأيضا تعزيز وتمكين التخطيط المالي ودعم شركات التقنية المالية، هذا بمشاركة مجموعة من أصحاب السعادة والوزراء وكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين لدى أبرز المؤسسات الدولية. وللمزيد في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور إيهاب خليل، استشاري التنمية والتخطيط. أهلا بك في المراقب دكتور. بداية، الموضوع مؤتمر القطاع المالي في السعودية هذه نسخته الثانية، كيف ترى هذا المؤتمر في هذه النسخة ونحن نشهد أزمات ويعني أزمة في المصارف كما تعلم وأزمات متلاحقة، ما هي نتائج هذا الاجتماع وما هي أبرز التوصيات في هذا المؤتمر برأيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك، يعني أحييك وأحيي السادة المشاهدين. الحقيقة هو من البداية قبل ما أتكلم عن المحاور وعن اللي صار، لما نشوف الرؤية بتاعة المؤتمر نلاقيها رؤية قوية جدا بتتناسب مع رؤية المملكة. يعني الرؤية بتاعة المؤتمر بتقول أن يكون المؤتمر المنصة الأولى في الشرق الأوسط. صحيح. ومن ضمن أكبر 10 مؤتمرات مالية حول العالم، ومحور ربط بين الخبراء والمختصين، ويعزز الشراكات بين المؤسسات المالية والاستثمار. نعم. رؤية خطيرة جدا، وبالتالي ابتدوا ينفذوها في الرسالة. يعني النهاردة لما تلاقي 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر القوي أفاق مالية واعدة، والمؤتمر يجمع صناع القرار في القطاع المالي على الصعيدين المحلي والدولي لمناقشة التحديات المتجددة، ده شيء يعني فعلا بدأوا ينفذه. ما تيجي تشوف المحاور، ناس بتتكلم في حاجات خطيرة جدا. يعني الحقيقة نشكرهم على هذا وعلى هذا التطور الشديد اللي بالحقيقة تشهده المملكة، ليس فقط في هذا المؤتمر فقط، ولكن في
اشياء كثيره جدا، شتى القطاعات يعتبر. يعني بصراحه طبعا الذي لا يفرح للمملكه العربيه السعوديه فهو ليس ايه، ليس عربي. صحيح. يعني نجاح هذه البلد هي نجاح للعرب جميعا. وانا الحقيقه انا اتعامل مع ناس كثيره في الاقتصاد وفي التدريب وفي كذا، الحقيقه في جميع الانشطه بيتطوروا ما شاء الله. طيب دكتور، ابرز ما لفت نظرك في هذا المؤتمر برايك وترى انها يعني حقيقه ملموسه نحتاج اليها بشكل عام في الاقتصاد وفي التحوط في الازمات الماليه، ما ابرز ما لفت نظرك في هذا الاجتماع برايك من طبعا تصريحات وزير الماليه معالي الجدعان؟ طبعا هو عندهم الاقتصاد العالمي دلوقتي عندهم التحديات والفرص، قاعدين يشتغلوا على التحديات والفرص. موضوع التحديات والفرص دي ناس بتخطط تخطيط سليم، لان انت عارفه السوات اناليسيس اتعلمنا في الاداره انك انت لازم تشوف الفرص المتاحه وتشوف التهديدات. فده كان من الاساسيات في محاور الاقتصاد العالمي، بيشوفوا ايه الفرص المتاحه اللي الجميع يقدر يتعامل فيها ويقدر ان احنا نمره 2 المؤسسات الماليه في الواقع المالي الجديد. ان في واقع مالي جديد دلوقتي، ازاي يكون في مرونه ومواكبه للاحداث اللي بتحصل. وبعدين عند حضرتك حته ممتازه جدا لازم نتكلم فيها، اللي هي استثمار امن لاجل الغد. دي ناس عندها يعني تفاؤل بالغد، فبالتالي قاعدين يتكلموا عليه، وهقول لك ايه اللي حصل في الموضوع ده بالذات. كمان مستقبل القطاع المالي في ظل ايه؟ الرقمنه. الامور ديت تخلينا لما نشوف هم بيتكلموا في ايه وبيعملوا الامر بصوره يعني الحقيقه قويه جدا، نجد ان هم ناس بتتطلع الى حاجه. يعني مثلا عندك هنا المؤسسات الماليه في الواقع المالي الجديد، المرونه والمواكبه، ناس حطت حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال تغيير اولويات القوى العامله، الحاجه الى كفاءات وقدرات مختلفه. صحيح. يعني شوفي دلوقتي لتواكب المتغيرات، ما بقاش في حاجه اسمها اللي عنده الكفاءه وعنده القدره مفتوح الابواب ليه، اللي عنده اي تطوير، انما خلاص الحاجه القديمه دي انتهت واصبح خلاص ما بتفيدش حد. فحتى الناس الخبراء دلوقتي مش مسموح لاي خبير يكون ما عندوش الخبره وما عندوش الجديد. وبعدين استثمار امن لقبل الغد، تخيلي بيتكلموا في رفع اسعار الفائده، ايه اللي نقدر نعمله في موضوع اداره الاصول والثروات اللي هي ايه، رفع اسعار الفائده، الاصول والتقنيات الجديده هنعمل ايه، توقعات المستثمرين ايه، توقعاتك المتغيره انت عايز ايه، علشان يقدروا يوصلوا حضرتك اجراءات مراجعه الاستراتيجيات، في ايه المخاطر اللي بتيجي لينا في الفتره القادمه، عروض المنتجات، الشروع في الاستثمار، التمويل الاخضر، تحديات جديده وفرص جديده، ايه هي الفرص الجديده اللي نقدر نخدمكم فيها علشان تقدموا شيء جديد للجميع. صحيح. هنا حضرتك يعتبر المملكه لديها يعني تحقيق لرؤيه المملكه 2030 بخطوات متسارعه، انطلاقه صاروخيه من تحقيق المستهدفات التي ينوون لها باشراك القطاع الخاص بنسب متفاوته، ايضا بالدعم من الحكومه لمساعده الاستثمارات وحركه الاستثمارات، ايضا زياده القطاع المصرفي بنسب متفاوته وعدد الشركات الاستثماريه، وجعل المملكه العربيه السعوديه بيئه جاذبه للاستثمار. لكن أتحدث هنا دكتور، المركز السعودي دائما يتماشى مع الفيدرالي في نسبة رفع الفائدة، هل ترى أن قد يخالف المركز السعودي رفع الفائدة مع الفيدرالي، نظرا لأن هناك ثقة هزت في الفيدرالي بعد أزمة سيليكون فالي بانك وأزمة المصارف، هل قد يخالف رفعه في هذه المرة أم هو قادر على رفع الفائدة وأيضا استيعاب ما يحدث على الاقتصاد السعودي؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي النتائج ما اقدرش اقولها لك دلوقتي لان هو ده فعلا اللي قاعدين يشتغلوا عليه. يعني على راي السعوديين لما يقول الله عليك في اللي انت بتقوليه، انت جايبه في الصميم ان الناس دي ناس مش بتشتغل بس علشان يحققوا رؤيه، لا ده عايزين تقدم اكثر. يعني انا اتوقع هيحققوا الرؤيه قبل موعدها. عارفه حضرتك لما يتكلموا في المشاكل اللي موجوده وبيفتحوا الامور ل 3000 مشارك من جميع انحاء العالم، عارفه لو في 10 مشاركين على مستوى عالي هيطلعوا نتائج قويه. الموضوع فعلا هم عايزين يقدموا ايه الحلول، ايه الفرص المتاحه للعالم كله، وفاتحين الذراع لكل واحد عايز يستثمر، عايز صحيح. يعمل جديد. يعني الناس مش بتفكر بس للسعوديه، ودي حته الوين وين سيتويشن. انا مش بفكر بس
ان انا بلدي السعوديه تكون هي السعوديه العظمى، ويا ريت يكونوا كده يعني. نعم دكتور، يعتبر بيئه جاذبه للاستثمارات، تضخم يتراجع ومنخفض، دعم حكومي هائل، استثمارات قويه تحدث على ارض المملكه وتنمو وتزدهر. سنتابع كيف سيكون اقتصاد المملكه على هذا الربع والتحقيق القوي في قطاعات هامه وقياديه في السعوديه. اشكرك، كنت معي من الرياض الدكتور ايهاب خليل، استشاري التنميه والتخطيط، شكرا لك. مشاهدينا ننتقل إلى فاصل ونواصل المراقبة. أهلا بكم من جديد. رغم توقعات كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب على النفط خلال هذا العام الحالي، إلا أن الأسعار النفط انخفضت اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا في ظل المخاوف التي سادت الأسواق العالمية عقب انهيار سيليكون فالي بانك. وللمزيد والتوسع في هذا الشأن ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المهندس حمزة العلياني خبير قطاع الطاقة. أهلا بك مهندس. بداية، تابعنا تقرير وكالة الطاقة الدولية اليوم، كانت تبقي على الطلب من النفط بنمو يصل إلى مليوني برميل يوميا، وتابعنا أمس أيضا أوبك أبقت على توقعاتها بنمو الطلب، وأيضا سيكون هناك انتعاش بالطلب من الصين. كيف ترى توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية؟ هل يوجد اختلافات بين توقعاتهم؟ وما هو مستقبل أسعار الطاقة التي دائما تتأثر بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية؟ مساء الخير أستاذ رشا وللسادة المشاهدين. حقيقة أن أسعار الطاقة وأسعار النفط ما زالت تمر في مرحلة معقدة، وهي في مرحلة ضبابية، ومثل ما تفضلتي أنها تتأثر بعديد من العوامل، سواء الجيوسياسية أو عوامل التمويل. كما نعلم أن بنك سيليكون فالي ألقى بظلاله بشكل سلبي على قطاع الطاقة، وأيضا المزيد من تحوطات البنك الفيدرالي الأمريكي والحديث عن رفع مجددا للفائدة، مما سيضعف الدولار بكل تأكيد. نعم. قد أدى بتأثير سلبي على أسعار النفط بالعقود الآجلة. لكن أيضا عندما نرى أن تقرير أوبك وأيضا تقرير الطاقة الدولية، نرى أنهم يتفقان على معدلات نمو منخفضة قد تصل إلى 2.3%، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب الصيني، حيث نشهد أن هناك تخفيض من قيود كورونا، ولكن ما زالت في مراحلها الأولى خصوصا في الربع الأول من العام 2023. نعم. إضافة إلى ذلك أن قيود السفر وأيضا عودة حركة الطائرات وحركة السفر، سواء السفر الدولي أو السفر الداخلي، نعم شهدت تحسنا ولكن لم تعد إلى أرقام 2019. نعم، تابعنا يعتبر مهندس أن النفط وأسعار الخام تتأرجح ما بين الأسعار الثمانينية على نطاق عرضي، وبدأت بالتراجع بعد أثبت سيليكون فالي بانك، وعادت أيضا للارتفاعات مرة أخرى. التذبذب الواضح على حركة أسعار النفط الآن، هل ترى أنها قد تسعر في الفترات القادمة الركود المحتمل على الاقتصادات نظرا للأزمات التي نشهدها والمتغيرات السريعة والطارئة على المشهد الاقتصادي بعيدا عن العرض والطلب؟ أيضا نشهد أن تأثير بنك سيليكون فالي والتحوط، وهذا ما سنراه أيضا بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، لكن نرى أن تأثيراتها على البنوك الأوروبية والبنوك الدولية لم يكن ذات تأثير كبير مثل ما حدث في بنك ليمان عام 2008. هذا كله أيضا سيعزز ارتفاع أسعار البترول في مستقبلا، لكن ما زالت المخاوف بموضوع الركود الاقتصادي والتضخم ونسبها العالية فتؤثر أيضا على الطلب وعلى عودة التعافي لقطاع النفط. قد نرى أن هناك العديد من
التجاذبات سواء السلبية أم الإيجابية في مجال الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص، لكن توقعات سواء وكالة الطاقة الدولية أو منظمة أوبك أن نشهد في منتصف هذا العام التساوي بين الإمدادات وبين الطلب، وهذا ما عززه أيضا في هذه التقارير، وما سنشهده أيضا من ارتفاعات متكررة في استهلاك النفط لقطاع الطيران حتى يوصل إلى تقريبا 3,200,000 برميل خلال آخر هذه السنة. وهذا مما سيعزز الطلب أكثر على القطاع النفط. وهنا نرى أن هناك العديد من المشاريع التي ساهمت في هذا العام بزيادة بالعام الماضي بزيادة إمدادات النفط، لكن لم تصل أيضا الإمدادات والإنتاج إلى ما كان عليه عام 2019. نعم يعني مهندس حمزة، يعني أسعار النفط هل ترى أنها قابلة للارتفاع في حال لم يكن هناك طلب حقيقي من الصين؟ لا، ما زال الطلب بطيء، تراجع أيضا إمدادات روسيا من صادراتها من الغاز عندما خفضت ب 500,000 برميل، وهناك توقعات أنها تخفض أكثر من ذلك. هل ترى أن الأسعار قد تصل إلى مستويات أعلى من 100 دولار فقط في الفترات القادمة، أم نحن بعيدين في هذه الفترة عن هذه الأسعار؟ حسب التوقعات أننا نحن بعيدين هذه العام عن الوصول إلى حاجز 100 دولار. نحن نتحدث عن شكل أفقي بمرحلة الثمانينات، ولكن أيضا هناك نعم انخفاض في تصدير النفط الروسي، وهناك العديد من الحظر على هذا القطاع، لكن نشهد تزايد خصوصا من الهند والصين على النفط الروسي. إضافة إلى ذلك نشهد أيضا دول مثل تركيا وغيرها هناك انخفاض أيضا على استيراد النفط الروسي، لكن ما نشهده حاليا أن هناك نسب نمو قد وضعتها الحكومة الصينية تصل إلى 5% هذا العام. إذن هناك ارتفاع بالطلب، وهذا ما شهدناه أن الطلب على النفط من الصين قد ارتفع من 500,000 برميل إلى 700,000 برميل، أي وصلت الصين الآن إلى استهلاك تقريباً 16 مليون برميل. وكذلك إذا وصل قطاع هذه من ضمن التوقعات مهندس، أن يصل استهلاك الصين أو يعني 16 مليون برميل يومياً، هذه من التوقعات، لكن لم تصل إليها الصين بالطلب حتى الآن، يعني الطلب بطيء، ما زلنا في البطيء الآن. ما زلنا بالبطيء، نحن نترقب خلال الربع الثاني تحسن الطلب الصيني أو بقاء الإمدادات على ما هي عليه الآن. طيب لاحظنا مهندس أن مخزونات الدول النامية اكتفت وما زالت مرتفعة منذ 18 شهرا، أيضا أوروبا استطاعت أن يكون لديها اكتفاء وتخزين نظرا للشتاء الذي مر بسلام هذه المرة، وأيضا المخزونات ما زالت محافظة على المستويات الجيدة. هل في حال وجود معروض لا يوجد طلب عفوا، سيكون هناك تخفيض أكثر من الإنتاج سواء من أوبك أو من روسيا حتى يوازنوا ما بين الطلب والعرض والأسعار تكون في نسب مقبولة للأسواق العالمية؟ أوبك، منظمة أوبك قد التزمت بتخفيضات كبيرة على إنتاج النفط، وهذا ما شهده أيضا ارتفاعات أخرى من الدول خارج منظمة أوبك، لكن بتوقعي أن أوبك لن تتدخل بالإمدادات وبالأسعار إلا إذا وصلت إلى السعر البرميل إلى أقل من 70 دولار وعلى فترة طويلة، وهما أيضا نشهده الآن بالعديد من هذه التداعيات. كما ذكرت سابقا أستاذ رشا أن هناك نوع من الضبابية في المشهد العام الاقتصاد الكلي، وبالتالي تأثيرات النمو في الصين والحذر من أن هناك لن يكون نمو كبير في الصين إلا بالربع الأخير بهذا العام أو بالربع الأول من عام 2024 هو ما يشكل هاجسا وضغطا كبيرا، خصوصا مثل ما تفضلتي أن هناك خصوصا مع التغير المناخي والشتاء المعتدل نوعا ما على الاتحاد الأوروبي، والتزايد أيضا في استخدامات الطاقة المتجددة وتساوي استثمارات الطاقة المتجددة مع استثمارات الوقود الأحفوري قد يشكل ضغطا كبيرا على أسعار النفط.
نعم، أسعار النفط حساسة وتتأثر بالمتغيرات والمؤشرات والفائدة والأزمات الحادثة الآن، وسنتابع كيف ستتحرك الأسعار ما دمنا أننا ودعنا أسعار المنخفضة ما قبل الحرب، الآن في الأسعار المرتفعة، وسنتابع إلى أين ستصل ومستويات الطلب إلى أين ستصل على الأقل في النصف الأول من هذا العام. أشكرك مهندس حمزة العلياني خبير قطاع الطاقة على هذه المشاركة. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية المراقبة من برنامج المراقب عبر القاهرة الإخبارية. شكرا لكرم المتابعة.